الاستطلاعات تمت في الفترة من شهر 9/2015 لشهر 9/2016 بلغ 103 مشروع في القطاعات المختلفة بإجمالي قدر 865 مليون جنيه. أما المشروعات الخاصة بالمحافظة بإجمالي 865 مليون جنيه. أما إجمالي عدد المشروعات المدرجة ببيان الحكومة المقدم لمجلس النواب ف 88 مشروع بإجمالي 4 مليار و175 مليون جنيه. المشروعات الحقيقة مشروعات تنوعت في قطاعات مختلفة. مظبوط. إجمالي المشروعات دي الحقيقة متفرقة ومتوزعة بين قطاعات مختلفة زي قطاع الإسكان، قطاع الإسكان والمكتبات العمرانية الجديدة. كان في الفترة من 9/2015 ل 9/2016 والإنتاج بالفعل هذه المشروعات عددها 8 مشروعات بإجمالي 338.8 مليون جنيه. مشروعات المياه والصرف الصحي بلغت 6 مشروعات بإجمالي 175 مليون جنيه. الصحة والسكان 11 مشروع بإجمالي 101.3 مليون جنيه. التربية والتعليم 13 مشروع بإجمالي 95 مليون جنيه. الري والموارد المائية 8 مشروعات بإجمالي 30 مليون جنيه. الطرق 13 مشروع بإجمالي 92 مليون جنيه. الشباب والرياضة 29 مشروع بإجمالي 30 مليون جنيه. الكهرباء 7 مشروعات بإجمالي 7 مليون جنيه.